نعم. طيب لا كل الوقت بتضحك اليوم، شو بدنا نعمل فيها؟ تفضلي. لاني متهمه اني انا جدية وعصبيه وعمل مشاكل. خيلك ما تعملي مشاكل. شو متهم؟ جاي من بيروت ربو اراسي. طيب موضوع ثاني كثير، موضوع مهم. لماذا لا يوجد هناك رجال اعمال يقومون في انا هيدي قلتها مره. احنا شو بدنا؟ احنا بدنا حدا يمول. نعم. باوتيل بيعمل انفستمنت، وين ما كان يعمل انفستمنت بفيلم بوتنشل كثير قوي، في ممثلين كثير محترم صح؟ وبتخيل بيمشي الحال. حرام، في اسماء كبيره غائبه اليوم عن الساحه الفنيه في لبنان. بدي اقول شغله بهالمناسبه، عن جد هيدي نوع من هيك رساله لك فعلا على المحتوى والهدف. اكيد في تركيز على المحتوى والهدف بشكل اساسي، والموجه بدنا نفوت بالموجه اللي هي هلا الكل. وماذا تضيف الى يوسف الخالق؟